منطقه الجزاء لفريق بيلباو، فرصه خطيره والهدف الثاني. نعم، جول، الهدف الثاني لبيلباو بمجرد دخوله غيليرمو، يضع الكره باول لمسه. سبحان الله، هذا كان يحدث لإيباي غاميز، لكن اليوم يحدث لمن؟ يحدث لغيليرمو فرنانديز. أول لمسة في المباراة، رأسية في الشباك، هدف ثاني لبيلباو. هذا الهدف كان منتظرا. الفريدنداي، هذه ثقة مبالغ فيها يا الفريدنداي، معلش فعلتها في شوط المباراة الأول، وكان عندك الوقت وكان عندك المساحة وكان فريقك حاضر بدنيا حتى لتغطية دفاعية، لكن لا لا وألف لا، هنا أخطأت يا الفريدنداي. ما منعته من قبل، منحته هدية لبيلباو حتى يتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني. تبادل